أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على درب حسام الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله كويسين. هنكمل مع بعض آخر حاجة في موضوع اللي هي الكوست بروجكت، اللي هي تكاليف المشروع. في عندنا هذه أشكال مختلفة لبعض موازنات المشاريع، هتمر عليكم في المحاسبة الإدارية. عندنا هذه موازنة حسب فئات الإنفاق الكلي، موازنة حسب فئات الإنفاق الكلي، هذه لمشروع موائم. نشوف مع بعض ايش كاتبين. على سبيل المثال هذه بنود الموازنة، عندنا مثلا هان على سبيل المثال هي الكتب والمجلات العلمية، ماشي؟ خدي بالك الكمية، هذه نسبة، الكمية اللي هي هان تمويل الجامعة على سبيل المثال، تمويل مؤسسات أخرى. وين مبلغ المصاري؟ هي هذا الإجمالي، خدي بالك، وهذا كمان الإجمالي. زي ما انت عارفة في الموازنات لازم الإجمالي هذا يساوي الإجمالي هذا، ماشي؟ إذا إيش طلع عندنا في الموازنة؟ عندنا البند، ماشي؟ قديش أكم واحد عايزين النسبة، وبعدين المساهمات، وآخر حاجة بطلع عندي اللي هو الإجمالي. بالنهاية إحنا شو المطلوب منا يعني؟ مطلوب إن نشوف أشكال الموازنات، أشكالها كيف تنعمل. هتاخذ الموازنات لكن في مادة تانية مش في هذه. كمان واحدة، هذه موازنة لكن مفصلة أكثر من اللي قبل شوية. في عنا المعدات والآلات أو الأتات، هاي عنا المعدات، هاي تجهيز قاعة تدريب، جهاز LCD، كمبيوتر، هاي الإجمالي، هاي عنا القيمة، القيمة معناها بالدولار. طبعا هذه نسبة التمويل، الجهة المنحة تمول 100%، واضح؟ هتمول 100% من اللي هي قاعة التدريب والLCD، أجهزة حاسوب هتمول 62. في عنا هان أجهزة الحاسوب 4000 دولار، أجهزة الحاسوب تكلفني 4000 دولار، منها شوف الدقة 62.5% من الجهة المانحة اللي هو الراعي، و 37.5% من الجامعة. هاي الأربعة آلاف جزء منها من الجهة المانحة وجزء منها إيش؟ من الجامعة. وهكذا عندنا شكل آخر أيضا من الموازنات. قبل شوية كان حسب، نرجع تاني، حسب فئات الإنفاق، يعني وين المصاري حتروح؟ حنشتري قرطاسية، أجهزة. عندنا شكل آخر هو حسب مراحل المشروع. إذا ممكن نلاقي ناس عاملين موازنات حسب مراحل المشروع. نشوف مع بعض. عندنا المرحلة هان، هذه يمكن أوضح. المرحلة الأولى دراسة وتشخيص الواقع، بدنا نقعد فيها أسبوعين، بتكلفني 4810 دولار. المرحلة الثانية تكوين اللي هي الإجراءات الخدمية، بدي فيها 7 أسابيع، بتكلفني 27530 دولار. المرحلة الثالثة اللي هو التدريب، 3 أسابيع، مكلفاني 6060 دولار. إذا الموازنة اللي عملناها حسب إيش؟ مراحل المشروع. زي ما خدت بالك كلها فيها، هذه مثلا فيها زمن وتكاليف، اللي قبل شوية فيها كميات وتكاليف. أيضا عندنا أحد أشكال الموازنات حسب الأنشطة. طبعا لو قارنت بين الاثنين هتلاقي نرجع تاني حسب المراحل المختصرة. لو طلعتي حسب الأنشطة إيش هتلاقيها؟ مفصلة، لأنها نشاط نشاط. ممكن واحدة تنبثق عن الثانية. أكثر تفصيلا. أيوة، واحدة بارك الله فيكي، واحدة أكثر تفصيلا من الثانية. عندنا هاي النشاط الأول تكوين فرق عمل، مدير مشروع، منسق، مساعد،
المفروض يكون عنده فريق عمل. هاي عندنا هاي يا اخوات اللي هي التكاليف $1,244. هذه اللي انتم شايفاها المطلله، هذا جدول زمني. اذا بتتذكروا اخذتوا زمان خرائط جانت، ماشي، كان يضل مثلا اسبوع اثنين ثلاثه حنقعد في تكوين فريق العمل 3 اسابيع. النشاط الثاني بس تضللتين معناها اسبوعين. النشاط الثالث 1 2 3 4 5 6 7 أو 6 ونص. هذه برضه دخلت ضمن ايش؟ الموازنة. خدتي بالك انه ممكن اعمل موازنة في نفس الموازنة، موازنة تكاليف وموازنة ايش؟ زمن. اللي هو جدول الزمن، زمن جدول الزمن عفوا سميناه. اذا ممكن نعمل موازنة تكاليف وموازنة ايش؟ ازمنة. بعدين عندنا كمان موازنة حسب الكميات والزمن. مدير المشروع، بس طبعا من المدير المشرف كله مدير واحد، كتب لي هان عدد 24، سعر الوحدة 1000 2400، الجامعة هتدفع 2400. بعدين عندنا منسق المشروع كاتب 24، انا مش عارف ال 24 ايش. سعر الوحدة $900، هو كاتب العدد يعني. ممكن تكون 24 شهر الكميه، وحده شهر هو كاتب عليها العدد، لكن ليش انا مش عارف الكميه قديش عدد السنتين. هو المشروع مدته 3 سنوات يعني. هذا شكل من اشكال الموازنات. ايضا عمليه اعدادها سهله. طبعا هذه يا اخواتي نعمل على الاكسل. اذا نعيد مع بعضنا ثاني، شفنا موازنات مفصله حسب الزمن والكميات، شفنا موازنات حسب الأنشطة قلنا هذه بتكون مفصلة أكثر، شفنا موازنات حسب المراحل بتكون مختصرة. ليش مختصرة؟ لأن المرحلة عبارة عن مجموعة أنشطة. شفنا موازنات حسب فئات الإنفاق اللي هي بنود المصاريف، الأتات حنجيب كذا، التدريب حيكون كذا وهكذا. هذه أول موازنة شفناها، نفس القصة، لكن خدي بالك هذه الموازنة حسب فئات الإنفاق الكلي. بمعنى هذا كاتب هان وين؟ هان أتات بده الأتات $1,500. من وين جابها؟ أو إيش تفصيل الأتات؟ هاي الـ 1500 يا أخوات، شايفينها؟ هاي بدنا أجهزة LCD، أجهزة حاسوب، يعني زي ما أنت ماخدة بالك في موازنات مفصلة وفي موازنات إيش؟ إجمالية، زي ما حنشوف إن شاء الله في المساق الآخر. أعيدها تاني؟ أعيدها؟ بعيد مش مشكلة، واضح إن شاء الله. موضوعنا اليوم إدارة إيش؟ الجودة. إذا وصلنا مع بعض لإدارة جودة المشاريع. ما المقصود بإدارة جودة المشاريع؟ تفضلي أنصاف. إدارة جودة المشروع تشتمل إدارة جودة المشروعات على عمليات وأنشطة التنظيم التي تحدد سياسات الجودة والأهداف والمسؤوليات، بحيث يقوم المشروع بسد الاحتياجات التي تم إنشاؤه من أجلها، وهي تقوم بتطبيق نظام إدارة الجودة من خلال السياسات والإجراءات مع أنشطة تحسين العمليات المستمرة التي يتم تنفيذها طوال فترة المشروع إذا كان ذلك ملائما. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، ما المقصود بالكواليتي أو الجودة بشكل عام؟ شو معنى جودة بشكل عام؟ تفضلي. درجة الإشباع المتوقعة. ممتاز، شكرا يا آية. هي عبارة عن درجة الإشباع المتوقعة من السلعة والخدمة في المشاريع. ما مدى الدقة في إنجاز هذا المشروع؟ معنى هل المشروع مطابق للمواصفات والمعايير المتفق عليها أم لا؟ إذا كان المشروع مطابق بكون عندنا جودة، إذا المشروع مش مطابق بكونش عندنا إيش؟ جودة. إدارة جودة المشاريع عبارة عن مجموعة من العمليات والأنشطة إلها علاقة بالتنظيم، بنحدد فيها سياسات الجودة، أهداف الجودة، مسؤوليات الجودة، بحيث إنه المشروع يسد الاحتياجات اللي هو الإشباع المتوقع من هذا إيش؟ المشروع. إذا عبارة إدارة الجودة عبارة عن وضع مجموعة من السياسات وتحديد المسؤوليات للوصول للمشروع لدرجة الجودة المطلوبة. طبعا يا أخوات السياسات والإجراءات هذه بتكون مع الأنشطة، مع
ماشي، بتكون يعني شلال أنشطة. زي ما أخذته قبل هيك إنه ذات الجودة الشاملة إلها اسم تاني. أيوة، عمليات التحسين. ممتاز، المستمر. إدارة الجودة الشاملة عبارة عن عمليات التحسين المستمر، إنه نضل نحسن أول بأول في الشغل بتاعنا لغاية ما نوصل للدرجة المطلوبة. إذن ببساطة وضع سياسات، وضع إجراءات بتساعدني على الوصول لإيش؟ لجودة المشروع. ما هي عمليات الجودة؟ ما هي عمليات الجودة؟ اتفضل يا أزهار. عمليات إدارة الجودة تشتمل على 1، التخطيط للجودة، وهو عملية تحديد المتطلبات ومعايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات، وتوثيق الطريقة التي يتم بها إظهار التزام المشروع بذلك. بعدين تنفيذ توكيد الجودة، وهو عملية مراجعة متطلبات الجودة ونتائج إجراءات مراقبة الجودة للتأكد من استخدام معايير جودة وحدود وتشغيل مناسب لضمان الجودة. تنفيذ مراقبة الجودة، هو عملية رصد وتسجيل نتائج أنشطة الجودة التي يتم القيام بها لتقييم الأداء والتوصيات بإدخال التغييرات المطلوبة. ممكن نقول نوضح بالرسم عمليات إدارة الجودة، عمليات إدارة الجودة بس 3. أول حاجة تخطيط للجودة. ما ينفعش أعمل جودة وأحكي عنها وأنا مش مخططة. تخطيط للجودة. 2، تنفيذ توكيد. المقصود بتنفيذ توكيد يا أخوات اللي هي المراقبة، ووضع معايير لها. 3، تنفيذ المراقبة. بس المس الثانية ممكن تكون هي توكيد التخطيط. اه شوف الثلاثة متصلين مع بعض. شيء الثالثة المراقبة. ماشي، ما هو أنت كيف بدك تأكدي التخطيط؟ أول كلمة في الرقابة هي عملية التأكد. لما نيجي نعرف عملية الرقابة، الرقابة عبارة عن عملية تأكد أن ما خطط له هو ما نفذ. ماشي، هاني بنعمل خطة، ممكن نسمي هذه مراجعة. مراجعة ايش؟ الخطة، بعد ذلك تنفيذ المراقبة. هان حطينا معايير، ماشي، هان حنراقب بناء على المعايير اللي حطيتها. هان من وين جبت المعايير؟ من الخطة. واضح؟ نعمل خطة، ضمن خطة الجودة بدي يكون فيها معايير. بدنا هان نحط المعايير مقارنة مع الخطة، بعد هيك بننفذ عملية الايش؟ المراقبة. الثلاثة هذول بيمشوا سوا، صعب نفصلهم. التخطيط للجودة، تحديد معايير الجودة. تحديد معايير. كيو معناها كواليتي، خدي بالك مش كوانتيتي. كيو هاي هي الكواليتي اللي هي الجودة. تحديد معايير ايش الجودة. طبعا معايير الجودة بتختلف من مشروع لآخر، ما فيش معايير واحدة نقول يلا نطبقها، لا، تختلف معايير الجودة من مشروع إلى آخر. رقم 2، تنفيذ توكيد الجودة، مراقبة ومتابعة ومراجعة المعايير. ماشي، إذا تنفيذ توكيد الجودة، مراقبة ومراجعة المعايير، هذه على أرض الواقع، هذه الخطة. رقم 3، في تنفيذ المراقبة، عشان ما يصيرش عندكم لا بس اللي هي هل هناك انحراف، هل المعايير انحرفت عن اللي حطيناه، او التنفيذ انحرف عن المعايير ولا لا. اعيدها ثاني. رقم 1 تخطيط، في التخطيط بنحط المعايير. رقم 2 تنفيذ التأكيد الجودة. تنفيذ التأكيد ممكن نسميها اسم اخر، هي ضمان الجودة. ضمان الجودة، أقارن بين المعايير واللي بعمله. رقم 3، هل هناك أي انحرافات؟ هل هناك أي خلل؟ ولا الوضع طبيعي؟ انحراف من عمين؟ انحراف مرحلة التخطيط على التنفيذ، أو مرحلة وضع المعايير أثناء التنفيذ، هل التزمت بالمعايير ولا ما التزمتش؟ إذا واضح أنها عملية مراقبة يا جماعة، واضح أنها عملية إيش؟ رقابة. بحط المعايير في الخطوة الأولى، بشتغل في الخطوة الثانية. رقم 3، هل هناك انحراف ولا فيش انحراف؟ إذا ما هي عمليات إدارة الجودة؟ يلا بسنت. أحد، التخطيط للجودة، هو عملية تحديد المتطلبات والمعايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات. حطينا معايير المشروع، وتوثيق الطريقة التي سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلك.
التوثيق اللي هي كتابة، كيف احنا هنلتزم في المعايير؟ اثنين، تنفيذ توكيد الجودة، هو عملية مراجعة متطلبات الجودة ونتائج إجراءات مراقبة الجودة للتأكد من استخدام معايير الجودة وحدود تشغيل مناسبة لضمان الجودة. هل الخطة اللي حطينا فيها المعيار هي اللي التزمنا فيها؟ تفضلي. ثلاثة. ثلاثة، تنفيذ مراقبة الجودة هو عملية دراسة وتسجيل نتائج أنشطة الجودة. ببساطة اكتشاف انحرافاتها. اكتشاف انحرافات، أيوة. التي يتم القيام بها لتقييم الأداء والتوصيات بإدخال التغييرات المطلوبة. شكرا يا انت، بارك الله فيك. واضحه ولا نعيدها تاني؟ نعيدها تاني. اذكري اهميه اداره الجوده للمشاريع. ليش مهم؟ اني انا لما يكون عندي مشروع لازم اهتم ببند الجوده. في عندنا يا اخوات اربع شغلات. يلا يا غدير. رضا العميل، فهم وتقييم وتحديد واداره. خدي بالك العميل هان مش المستهلك. ممتاز. الفئة المستهدفة، ما تاخديش عميل زي ما اخذتها في التسويق اللي هو الكاستمر، لا، العميل هان اللي هو الفئة المستهدفة من المشروع، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسرة، الأسر المنتجة أو الفقيرة، الطلاب. طبعا العميل بيجي حسب طبيعة المؤسسة يعني. ما هي الفئة المستهدفة. يعني ممكن العميل يكون زبون. توش حكينا أنت إنه معايير الجودة تختلف باختلاف المشاريع. ماشي. والمشاريع تختلف حسب فئاتها. لمين المشروع موجه؟ للطلبة ولا للأسرة ولا للأسر المنتجة ولا لمين؟ إذا قلت العميل هو مش الفئة المستهدفة. لا أنا قلت شيء. الفئة المستهدفة. أنا قلت العميل مش المستهلك. مش يجي على بالك المستهلك، لا العميل هان المقصود فيه الفئة المستهدفة. مش هي نفسها لأين مشاريع؟ لا مش شرط. زي مثلا في الإدارة العامة مثلا الدولة لما تقدم خدمة مواطنين هذا بيعتبر مواطن، لكن لو الخدمة هذه كانت من القطاع الخاص يعتبر عميل أو مستهلك. ممتاز، بارك الله فيك يا أنت. الحين مثلا أنا بقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة أو للمكفوفين، هذه فيها مستهدفة وهدول مش مستهلكين. ماشي. لكن لو أنا عاملة مشروع إلي أنا وتمويل مني انا وببيع اجهزه او مثلا اشياء بتساعد المكفوفين مقابل اني اربح، هذا مستهلك. واضح. عاده غالبيه المشاريع عندنا في البلد بتكون في منها مشاريع اللي هي ربحيه، بس المشاريع بتتمول، هذه المشاريع يعني بتقدم خدمات. زي مثلا مشروع موائمه، في مستهلكين؟ في فئه مستهدفه. مشروع موائمه فيش مستهلكين يا انت، في فئه ايش؟ مستهدفه. في فئه مستهدفه اللي هم الطلبة. يعني مين الناس اللي أنا مركز عليهم؟ لكن المستهلك بيجي لحاله ويشتري سلعة وياخذها ويروح. هذولاك بياخذوا ما بيعطوش، ما بيعطونوش إيراد. لا، إيه ما هو مش هدف المشروع، إذا كان هدف المشروع ربحي مستهلك. أنا بحكي عن الفئة المستهدفة. إيه ما بيعطونيش مقابل، أنا بس بأعطيهم خدمة. لا بياخذوهاش، صحيح. مرة ثانية العميل مش المستهلك، العميل هان هو الفئة المستهدفة. ماشي، تفضلي كملي. فهم وتقييم وتحديد وإدارة التوقعات بحيث يتم الإيفاء بمتطلبات العملاء. يعني لما يجينا مثلا أخت بدها تاخذ دورة في قص الشعر لحتى إحنا نساعدها تفتح مشروع كوفير ويصير مصدر رزق إلها. في مشاريع زي هيك. إيش هي متوقع مني؟ إيش متوقع؟ متوقع تاخذ دورة، متوقع الاهتمام، متوقع انه هي بس تخلص الدوره تكون بتعرف خلص شاطره، متوقع انه هي نعطيها احنا مصاري ونساعدها في فتح المشروع ونخليها توقف على رجليها. هذه كلها توقعات مين؟ الفئه المستهدفه. هي متوقعه زي مثلا انتم الان مسجلين في مشروع موائمه، لما رحتوا سجلتوا ايش متوقعين؟ نحصل على دورات، تاخذوا دورات، تعلموا تدريب ميداني، يساعدكم خبره، تستفيدوا انه انتم لما تخلصوا ان شاء الله تلاقوا شغل بسرعه. هذه كلها توقعات. لازم إدارة الجودة تبذل قصارى جهدها لحتى إيش؟ لحتى تغطيها. تفضلي. يستلزم ذلك الجمع بين التوافق مع المتطلبات لضمان أن ينتج المشروع المنتجات التي أقيم من أجلها والملائمة للاستخدام. لابد أن يعمل المنتج أو الخدمة بسد احتياجات حقيقية. ببساطة يا أخوات، ما يكونش المشروع بقدم حاجة ما لهاش علاقة بطبيعة المشروع أو ما لهاش علاقة بفئة الإيش؟ الفئة المستهدفة. إذا الموازنة بين توقعات الفئة المستهدفة وأهداف المشروع أو أنشطته. إذا نوازن بين توقعاتك
والأنشطة. أنت متوقعة في مشروع موائمة ومسجلة إنه أنت هتاخذ دورات وتتعلمي شغلات، طبعا أنت عندك الخلفية عن العلم اللي تتعلميه اللي هي إدارة الأعمال، متوقعة إنك تاخذ دورات تصقل مهاراتك. الأصل الدورات اللي تاخذيها إيش تسوي؟ تصقل المهارات. هذا المقصود برضا إيش؟ المستهدف، رضا عفوا اللي هو الفئة المستهدفة. هذا المقصود رضا الفئة المستهدفة. ناخذ سؤال، عفوا ناخذ مثال. مثال، هناك مشروع، هناك مشروع تأهيل أسر فقيرة وخلق فرص عمل لها. في عنا مشروع تأهيل أسر فقيرة وخلق فرص عمل لها. سؤال، هذا مثال ومعاه سؤال، كيف يتم تحقيق رضا الفئة المستهدفة؟ هذه الفقرة ممكن نطلع منها حاجات؟ كيف يتم تحقيق رضا الفئة المستهدفة؟ تعالوا نمسك حاجة حاجة. أول حاجة مين الفئة المستهدفة في المثال أو في الأسر الفقيرة؟ طيب إيش توقعاتها؟ لا توقعاتها واضح في الفقرة، خلق فرص عمل، ممتاز. وقتاش هذه الفئة اللي هي الأسر الفقيرة تشعر بالرضا؟ ممتاز. إذا نكتب سوا، إذا نجح مشروعنا في تحقيق هدفه من تأهيل الأسر الفقيرة إلى منتجة، سيكون هنا قد وصلنا إلى رضا الفئة المستهدفة. هما حيرضوا خلاص. طبعا كيف مشروعنا حيحقق الهدف هذا؟ يقدم أنشطة لها علاقة بالأسر إيش؟ الفقيرة، يساعدهم يعني. واضحة ولا عيدها؟ وصلت ولا عيدها تاني؟ عيدها. نشوف رقم 2، تفضلي. الوقاية طول الفحص، طوال الفحص. طوال الفحص ينص أحد المبادئ الأساسية في إدارة الجودة الحديثة على أن الجودة يتم التخطيط لها وتصميمها ودمجها وليس فحصها. تنخفض تكلفة منع وقوع الأخطاء عادة عند تكلفة إصلاحها عند الكشف عنها خلال الفحص. ببساطة يا خواتم بحكي لنا أنه المبادئ الجديدة في إدارة الجودة بتحكي أنه إحنا لازم نركز على التخطيط والتصميم والتنفيذ مش الفحص. بمعنى أنه أنا يكون عندي ثقة أنه فريق العمل أو العاملين بيشتغلوا حسب معايير الجودة. الفحص زي ما أنتوا عارفين نيجي نتأكد هل أنت بتشتغلي ولا لا. هو متصور أنه إحنا وصلنا لمرحلة أنه الموظفين أو فريق عمل المشروع ممكن يشتغل ويطبق المعايير لوحده من غير ما نيجي نضلنا نراقب عليه أو نفحصه. سؤال، ما هي فوائد عملية الوقاية خلال الجودة أو في الجودة؟ عيد تاني، خلينا نعيدها تاني. شو المقصود بالوقاية طوال الفحص؟ معناها إنه أنت إحدى الأخوات في فريق عمل مشروع موائم على سبيل المثال، خذي بالك فريق العمل مش المتدربين. إذا من بداية شغلك طبقت المعايير الجودة اللي أعطوك إياها، بنكون وصلنا لمرحلة لا داعي إن إحنا نراقب نفحص في الشغل بتاعك. طب إحنا إيش بنستفيد؟ أول حاجة بنقلل التكاليف، لأنه لو إحنا اكتشفنا إنه أنت مش شغلة بعيد عن معايير الجودة هنروح نصحح الأخطاء ونعيد تاني، فهذه مشكلة رقم واحد. ممكن يصير في تالف، ممكن رقم واحد تكاليف إيش؟ عفوا تقليل التكاليف. رقم 2 منع وقوع الأخطاء. بالأصل أنت عشان عندك معايير الجودة في الشغل وكل شيء واضح، ليش الغلط؟ نمنع إيش؟ وقوع الأخطاء. أيضا رقم 3 يا أخوات، ضمان نجاح المشروع. أنا بتصور لو أنت طبقت المعايير بما يرضي الله، ما فيش أخطاء، ما فيش تكاليف زيادة، المشروع إيش ماله؟ حينجح. أعيدها، أعيدها يا جماعة. نشوف الأهمية. رقم 3 دخلنا رضا الفئة المستهدفة، الوقاية. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. إنه أنت تطبق المعايير من بداية العمل أفضل من نقعد نعيد من أول وجديد أو نعالج. شكرا يا غدير. رقم 3 تفضل يا فاتن. ثالث
ثلاثة التحسين المستمر. قبل شوية لما بدينا في هذا الشابتر حكينا إنه في الجودة الشاملة إلها اسم تاني. التحسين المستمر. ماشي. قال عفوا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا. يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. الإتقان هذا اللي هو الجودة. لأنك لو اشتغلتي أي كلام ولا تركيز حترجع تعيدي تاني. لقيت نفسك قاعدة بالذاكرة في الصفحة هذا اليوم وسرحتي ايش هتسوي لما تكتشفي الموضوع هتعيدي تاني هذا تضيع وقت اسمه اذا يجب ان يكون هناك الاتقان اللي هو الجوده تفضلي التحسين المستمر تعتبر دوره التخطيط التنفيذ الفحص التشغيل هي اساس تحسين الجوده ببساطه وظائف الاداره هي اساس تحسين الجوده او تحسين العمل باستمرار التخطيط والتنفيذ غدير الفحص اللي هو يا اخواتي الرقابه الفحص عمليه ايش الرقابه اذا اداره الجوده مهمه لانه لازم يكون عندنا عمليه ايش تحسين مستمر اربع مسؤوليه الاداره شوي انت مثال اكزامبل عندنا مثال في هذا الموضوع على التحسين عن تحسين قبل شوي اخذنا مثال على الاسر الفقيره يجب تابع لنفسه يعني بس على التحسين المستمر كيف نعملهم تحسين مستمر يجب إعطاء دورات تأهيلية لأصحاب الأسر الفقيرة باستمرار وأول بأول لمواكبة التطور في مجال عملهم بمعنى مش خلاص فتحوا فرصة عمل يلا ما لناش دعوة لازم نضلنا أول بأول نساعدهم على التطوير آخر حاجة في الأهمية مسؤولية الإدارة يتطلب تخطيط النجاح مشاركة جميع أعضاء بنحط خط تحت كلمة جميع إذا كلنا ما شاركناش في الجودة بزبطش تفضل ولكن تبقى مسؤولية الإدارة في توفير الموارد اللازمة لتحقيق النجاح طبعا يا أخوات مسؤولية الإدارة بتكون في الإشراف لازم كلنا نشارك في تحقيق الجودة ونشتغل حسب المعايير طب ايش مسؤولية الإدارة اللي هي الإشراف على هذه المشاركة او على هذا العمل مسؤوليتها الإشراف على هذا العمل واضح عندنا سؤال او عفوا عندنا مثال خلينا ناخذ سؤال اذكري مثال على دور الإدارة في ذات الجودة المثال بوضح لنا أكثر أذكر مثال على دور الإدارة في ذات الجودة مين عنده مثال؟ احتاج فريق العمل في مشروع موائمة لتوفير بعض القرطاسية للمشروع فهذا يترتب عليه ضرورة قيام إدارة المشروع بتوفير اللازم احتاجنا حاجة لازم الإدارة توفر لنا إياها لحتى مشروعنا شماله يضل ماشي واضحة ولا عيدها؟ عيدها تاني؟ عيد؟ طبعاً أنا يا أخوات مش شرط الشغلات توفرها الإدارة تكون ملموسة ممكن قرارات ناخذ مثال مش شرط تكون ملموسة ممكن يكون قرار اشتكى برضو يا أخوات في مسؤولية الإدارة خليكم معايا اشتكى أعضاء فريق العمل أن العمل في المشروع يبدأ الساعة 7:30 زي خط البحر مثلا وهناك من لا يستطيع الوصول في هذا الموعد بالتحديد لذلك اتخذت الإدارة
قرارا بمرونة الوقت، بمعنى من 7:30 حتى 8 يستطيع فريق العمل الوصول دون مساءلة. يعني معك من 7:30 بعد هيك لا بنفعش. واضح؟ إذن هان تم تدخل إدارة ولكن مش في توفير شيء فيه اللي هي تغيير القرارات. واضح جماعة؟ نكتفي بهذا اليوم. يعطيكم العافية.